من الأعزاء طلاب دعية الدكتوراه عام جامعة 2019-2020، وسألنا نقدم لكم مادة التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الـ SPSS، وإحنا دلوقتي هنشوف مهارات استخدام الـ SPSS في هذا الفصل. طبعًا لما هنفتح البرنامج بتاع الـ SPSS هنلاقي عندي مجموعة من الأيكونز ومجموعة من الشاشات هنتعرف عليها. أول حاجة لازم أتعرف على بيئة البرنامج، لازم أتعرف على محرر النصوص والمخرجات، لازم أتعرف على شاشة محرر البيانات، شريط القائمة والمنيو بار، شاشة محرر المخرجات، أنواع الملفات اللي بيتعامل معاها البرنامج SPSS، شاشة محرر الجداول المحورية أو الـ Pivot Tables من SPSS، إزاي أحول بيانات من شيت إكسل إلى البرنامج SPSS، شاشة محرر الرسوم البيانية، ودليل اختيار الباحث للتحليل الإحصائي المناسب.